أود أن أعلن عن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس. خادم الحرمين الشريفين يعلن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس وتبرع المملكة $200 مليون لأوقاف القدس ووكالة الأونروا. خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ورؤساء العراق ولبنان وتونس. البيان الختامي لقمة القدس يدين استهداف المملكة بصواريخ باليستية حوثية إيرانية الصنع. سمو ولي العهد يستقبل رئيسي السودان وجيبوتي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساكم بكل خير، نحييكم من قناة السعودية ونقدم لكم نشرة الأخبار الرئيسة لهذه الليلة. يرافقنا من لغة الترجمة والإشارة الزميل عبد الله العقلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية، اختتموا أعمال القمة العربية في دورتها 29 وذلك بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران. وكانت أعمال القمة العربية قد انطلقت في وقت سابق اليوم وتليت في بداية أعمال القمة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية رئيس القمة العربية السابقة كلمة عرب فيها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئاسة الدورة العادية 29 للقمة العربية. عقب ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الكلمة التالية: أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجمعية الدول العربية، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل اجتماعات هذه الدورة أن أرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنيا لقمتنا التوفيق والنجاح، كما تقدم بالشكر والتقدير لعهد أخي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لما بذله من جهود مميزة خلال هذه الدورة السابقة، والشكر موصول لمعالي الأمين العام جمعية الدول العربية ولكافة العاملين بها على ما يبذلونه من جهود. أيها الأخوة الكرام، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وإننا نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا القرار الإدارة الأمريكية متعلق بالقدس، وإننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزا من أراضي فلسطين. وفي الشأن اليمني فإننا نؤكد التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه، كما نؤكد
كما نؤيد كل الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي الأزمة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليات التنفيذية وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وندعو المجتمع الدولي للعمل على تهيئة كافة السبل للوصول للمساعدات الإنسانية المختلفة المناطق اليمنية ونحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كاملا المسؤولية حيال بشو استمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عصفت باليمن ونرحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية للصنع تجاه المدن السعودية تلك الصواريخ التي وصلت إلى 119 صاروخا ثلاثة منها استهدفت مكة المكرمة برهنت على أن المجتمع الدولي مجدد على خطورة السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي ومجافاته للقيم والأخلاق وحسن الجوار ونطالب بموقف أممي حاسم تجاه ذلك وفي الشأن الليبي فإن دعم المؤسسات الدولية مثل الدولة الشرعية والتمسك باتفاق الصخيرات هم الأساس لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة ليبيا وتحصينها من التدخل الأجنبي واجتثاث العنف والإرهاب. حضور الكرام، إن من أخطر ما يواجه عالمنا اليوم هو تحدي الإرهاب ليتحالف مع التطرف والطائفية ينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية. ونجدد في هذا الخصوص الإدانة الشديدة لأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية ونرفض تدخلات السافرة في شؤون الداخلية للدول العربية وندين محاولات العدائية الرامية لزعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية لما يمثل ذلك من تهديد للأمن القومي العربي وانتهاك صارخ ميادين القانون الدولي لمبادئ القانون الدولي وإيمان منا بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تقبل تجزئة فقد طرحنا أمامكم مبادرة للعمل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة مؤكدين على أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها كما نرحب بما توافقت عليه الأعراب بشأن إقامة القمة العربية الثقافية آملين أن تسهم في دفع حاجة الثقافة العربية الإسلامية في الختام إن أمتنا العربية ستظل بإذن الله رغم أي ظروف عصيبة رغم أي ظروف عصية برجالها ونسائها طامحة بشبابها وشاباتها ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ما نصب إليه وشعوبنا من أمن واستقرار ورخاء لنصل بأمتنا إلى مكان جديرة بها في العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أكد عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة أن التهديدات الكبرى التي تواجه الأمة العربية تتساوى في أهميتها وتتطابق في خطورتها، مشيرين إلى أن تلك التهديدات تدعو الجميع لحوار حول أولويات الأمن القومي العربي، وتؤكد ضرورة دعم رؤية الرئيس محمود عباس بشأن قضية الفلسطينية. وأشاروا إلى أن النظام السوري يتحمل مسؤولية كبرى لما يحدث في سوريا، مؤكدين دعم إيران للعصابات المارقة في اليمن لتهديد أمن المملكة، مجددين الوقوف والتضامن الكامل مع المملكة في إجراءاتها لصون وحفظ أمنها. وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين عن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس، كما أعلن أيده الله عن تبرع المملكة لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. أود أن أعلن عن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس. ليعلم القاسي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، كما أعلن عن تبرع المملكة السعودية مبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس. كما تعلن المملكة عن تبرع مبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. بعد ذلك ألقى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين كلمة ثمن فيها ما تقوم به المملكة لنصرة الشعب والقضية الفلسطينية. أوجه شكري وتقديري لما تحدث عنه الآن خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق باسم الدورة أو الدعم أو المساعدات التي ستقدم للقدس، فهذا ليس غريباً عن المملكة، ليس غريباً عن جلالته، فالشكر والتقدير لكم صاحب الجلالة، خاصة وأنكم لم تنقطعوا يوماً عن مساعدة القضية الفلسطينية ودعمها، فالشعب الفلسطيني يقدر لكم كل هذا. وقد رأس وفد المملكة في قمة القدس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وفي ختام أعمال قمة القدس صدر عنها إعلان الظهران الذي يؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي أمتنا من الأخطار. كما أكد إعلان الظهران على دعم القضية الفلسطينية والتشديد على أهمية ووحدة الصف العربي. وقد أدان استهداف المملكة بصواريخ باليستية حوثية مطالبا إيران بالانسحاب من الأراضي اليمنية والتخلي عن دعم الميليشيات الحوثية والكف عن انتهاكات القرارات الدولية. كما طالبت إيران باحترام الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة والتأكيد على شرعية تحالف دعم الشرعية في اليمن. وأدان إعلان الظهران الوضع المؤلم في سوريا والهجوم الكيماوي المروع في مدينة دوما السورية. وقد أقر القادة عقد قمة عربية اقتصادية في بيروت إضافة إلى عقد قمة ثقافية للعالم العربي في المستقبل. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله قد استقبل في مركز الملك عبد العزيز الثقافي الدولي في الظهران بعد ظهر اليوم إخوانه وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية الذين توافدوا تباعا للمشاركة في القمة العربية في دورتها 29 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بإخوانه قادة ورؤساء وفود الدول العربية في المملكة العربية السعودية.
ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين وقادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة العربية بهذه المناسبة. وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في تغريدة له عبر تويتر بالقادة المشاركين في القمة وقال: تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى والتعامل مع كل التحديات بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك. هذا وأقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله اليوم مأدبة غداء تكريما لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة العربية في دورتها 29 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك في مقر انعقاد القمة بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران. كما حضر المأدبة أصحاب السمو والمعالي الوزراء وكبار ضيوف القمة. التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية 29. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. حضر اللقاء عدد من أصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك مملكة البحرين. كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية 29. جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وتونس في مختلف المجالات وسبل تطويرها. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي المرافق للرئيس التونسي. والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران فخامة الرئيس العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية، يرافقه دولة رئيس الوزراء سعد الحريري، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية 29. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائية وتطورات الأوضاع والجهود تجاهها بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة. حضر لقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي المرافق للرئيس اللبناني. كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران فخامة الرئيس محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية 29. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق وبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي للرئيس العراقي. ما تزال قضية القدس في قلب المملكة على مدار تاريخها منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه، حيث يتوالى دعم المملكة وقادتها للقضية الفلسطينية ونصرة الأقصى المبارك ورضا للشعب الفلسطيني. موقف ثابت من القضية الفلسطينية لا يمكن الحياد عنه، ذلك هو ما تبنته المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله. دعم معنوي ومادي غير محدود ومساندة للقضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنطلق من إيمان صادق بأن هذه الجهود إنما هي واجب تمليه العقيدة والضمير والانتماء للأمة العربية والإسلامية. أود أن أعلن
عن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس. موقف المملكة العربية السعودية الأخير من أزمة إغلاق المسجد الأقصى المبارك على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والجهود والمساعي التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله خلال الفترة الماضية لحل الأزمة أكدت من جديد على عمق الاهتمام بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فتكللت تلك الجهود ولله الحمد بالنجاح لتعود الحياة مجددا إلى المسجد الأقصى وساحاته، وبالشكل الذي يسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين ويحفظ لهم كرامتهم وأمنهم. جهود المملكة وقادتها ومواقفها الرافضة دوما للانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى يرتكز على إرث كبير في تاريخ المملكة المناصر لهذه القضية وعلى مدى عقود، والمملكة تبذل جهودا جبارة في نصرة الحق والشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الدينية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة. ومباشرة عبر الهاتف ينضم إلينا سعادة السفير باسم عبد الله الأغا سفير دولة فلسطين لدى المملكة. مرحبا بك سعادة السفير بداية، ثم كيف ترون إعلان خادم الحرمين الشريفين اليوم بتسمية القمة العربية بقمة القدس، وأيضا إعلانه حفظه الله عن تبرعات مالية لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؟ مساء الخير لك وللمستمعين المشاهدين. هذه هي المملكة العربية السعودية، هذا هو الملك سلمان. دائما دائما المملكة العربية السعودية مواقفها واضحة ثابتة صريحة تجاه قضية فلسطين، تجاه القدس. نعم. هذا الذي طرحه الملك سلمان هو عقيدة استمرار لمواقف الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود والأبناء البررة متوجين بالملك سلمان. مواقف المملكة السياسية ثابتة، قضية فلسطين قضية داخلية وخارجية، قضية داخلية لكل سعودي في الخارج مندوبي المملكة العربية السعودية، مندوبي المملكة العربية السعودية دائما مواقفهم ترجمة لسياسة الملك سلمان، لسياسة المملكة تجاه فلسطين. القدس، قمة القدس ردت على كل من يحاول أن يقول أن القدس لم تعد على الطاولة. لا، القدس هذه القمة قالت لمن يحاولون أن يسلبوا منا القدس أن القدس في قلب الملك سلمان في الجينات من كل عربي ومسلم. كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل. أما بالنسبة للدعم المالي، الدعم المالي الذي لم ينقطع ولم يتوقف أبدا، والمملكة تؤدي التزاماتها وبانتظام وبمواعيدها دون صخب أو ضجيج أو ابتزاز. السيد الرئيس محمود عباس وجه التحية للملك سلمان لكل سعودي لاحتضان فلسطين وقضية فلسطين. هذه هي مواقف المملكة، هذه مواقف الملك سلمان من ذاك الزمن ترجمة لسياسة الملك عبد العزيز آل سعود. الملك سلمان دائما يقول للرئيس محمود عباس نحن معكم، كنا ولا زلنا وسنستمر معكم،
موقفنا من فلسطين موقف عقيدة، لا سلام في هذه المنطقة إلا بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس. نعم. هذا هو موقف المملكة من القدس. نعم شكرا لكم. موقف الملك سلمان وولي العهد. نعم سعادة السفير، لضيق الوقت أشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك الكريمة. كان معنا سعادة السفير عبد باسم الأغا، سفير دولة فلسطين لدى المملكة. كما ينضم إلينا من المركز الإعلامي مراسل القناة السعودية عبد الله الأسمري. مساء الخير عبد الله، وأنت تتواجد الآن في المركز الإعلامي للقمة التي اختتمت فعالياتها اليوم، صف لنا أجواء اختتام القمة وأبرز المشاهد لديكم. نعم أحمد، أجدد التحية لك ولكل المشاهدين الكرام. طبعا القمة اختتمت اليوم كما يعلم الجميع، ونحن متواجدون هنا في المركز الإعلامي للقمة، المركز الرئيسي للقمة. طبعا هناك ترحيب إعلامي كبير بالمضامين التي تضمنها إعلان الدمام. هناك أيضا عدد كبير من الإعلاميين الذين بدأوا في كتابة الكثير من القصص، تحديدا عن والبحث عن صحفيين فلسطينيين لإجراء الحوارات معهم، لأخذ أيضا ردود الأفعال من الإخوة الزملاء الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين توافدوا إلى الدمام لتغطية هذه القمة. هناك أيضا ترحيب كبير بمستوى الخطاب الذي قدم في هذا المساء إعلاميا على وجه الخصوص من الكثير من الإعلاميين. هناك طبعا المضامين التي دعت لها القمة، وهي صيانة الأمن القومي العربي من عبث الإرهاب والتدخل الإيراني، كانت واضحة. كان الجميع أيضا يتكلم أو يتحدث عن العمل على استمرار في تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية. أكدت هذه القمة على الدعم الكبير للقضية الفلسطينية على أساس أنها قضية محورية للأمة العربية بقيادة المملكة العربية السعودية، وخطاب سيدي خادم الحرمين الشريفين وكلمته وتحويل مسمى هذه القمة لقمة القدس ما هو إلا استمرار لهذا الدعم الذي قدم عبر سنوات طويلة منذ تأسيس هذه الكيان وهذه الدولة حفظها الله على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. إذن موفد قناة السعودية من المركز الإعلامي لقمة القدس الزميل عبد الله الأسمري، شكرا جزيلا لك. وعلى هامش انعقاد القمة العربية 29 التقى صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران، التقى بفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود تجاهها. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والوفد الرسمي المرافق للرئيس السوداني. كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والمستجدات في المنطقة. حضر اللقاء عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين والوفد الرسمي المرافق للرئيس الجيبوتي. أكد معالي وزير الخارجية عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة عن المزيد من دعم المملكة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. أعلن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله عن مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث أنه رفع نسبة دعم المملكة الشهري للسلطة الفلسطينية من 7.5 مليون دولار إلى 20 مليون دولار منذ بضعة أشهر، كما تم الإعلان عن تقديم
$70 مليون تنفيذا لقرار قمة عمان لدعم صناديق القدس وصناديق الأقصى. واليوم سيدي خان محمد الشريفين أعلن عن تقديم تبرع بمقدار $150 مليون للأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ $50 مليون لمنظمة الأنروا دعم التي تدعم وتساعد الشعب الفلسطيني الشقيق من اللاجئين منهم. نشرة الأخبار انتهت، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. أود أن أعلن عن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس. خادم الحرمين الشريفين يعلن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس وتبرع المملكة $200 مليون لأوقاف القدس ووكالة الأونروا. خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك البحرين ورؤساء العراق ولبنان وتونس. البيان الختامي لقمة القدس يدين استهداف المملكة بصواريخ باليستية حوثية إيرانية الصنع. وسمو ولي العهد يستقبل رئيسي السودان وجيبوتي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. في أمان الله.